المشاركة في المسابقة، حطينا لهم سؤال وكان له جواب، وفي كثير الحقيقة في تويتر جاوبوا، واللجنة المختصة في فرز الأسماء والترشيح للفائزين فاز معنا 2، وكان الجواب هو قصر المربع، وفازوا معنا 2، وكل شخص راح تجيه جائزة 1000 ريال، وأيضا ساعة تقدر ثمنها إلى 6000 أو 5000 ريال. الفائز الأول يا جماعة كنترول، عطونا الفائز الأول اللي فاز معنا ب1000 ريال وأيضا ساعة بقيمة 5000 ريال. صاحب الأكاونت اللي جاوب الجواب الصحيح في هاشتاج تويتر هاشتاج الديرة، هذا الأكاونت طالع عندكم جمهورنا الغالي اللي قاعد يتابعنا، هذا الفائز الأول، ونقول له ألف ألف مبروك وحالف كل حظ، وفزت معنا بجائزة 1000 ريال وأيضا ساعة تقدر ثمنها إلى 6 إلى 5000 ريال. عطونا الفائز الثاني يا شباب، منه اللي جاوب الجواب الصحيح وراح يفوز معنا؟ خلنا نشوف منه اللي حالف الحظ، وهذا الفائز الثاني اللي طلع عندنا الآن، ونقول له ألف 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 مبروك وكان جوابك صحيح وفزت معنا بجائزة 1000 ريال وساعة أيضا قيمة تقدر قيمتها ب5 إلى 6000 ريال.